والله الكل عارف فعلا، حتى احنا عارفين والاتحاد الاسيوي عارف انه ما في جمهور، لكن نقول ان شاء الله سواء كان الجمهور حاضر اكيد بدينا دافع، لو كان مو حاضر برضو راح يكون لنا حافز ودافع انه جمهورنا ما راح يكون داخل الملعب. ولا ننسى انه الشوط اول والشوط الثاني حتى لو حتى نقول ان شاء الله لفزنا ما نبغى نبالغ يعني، لانه باقي لنا شوط ثاني.